نستأنف ما كنا قد وقفنا عليه في العام الماضي من أشراط الساعة، ولعلنا نستأنف الأشراط من أولها لأننا وقفنا في منتصفها، فيستحسن أن نربطها ببعضها. فنبدأ بقول المصنف رحمه الله تعالى في النونية: أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع هدية نصيحتي وبياني. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: على المسلم أن يؤمن ويوقن إيقانا صحيحا صادقا بأشراط القيامة، أي علاماتها التي ثبتت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأشراط هي العلامات، إذ الساعة من أمور الغيب التي استأثر الله بعلمها ولم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ويقول تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه اسمها مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها. ولما وفي حديث جبريل الطويل الذي جاء فيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال له بعد ذلك: أخبرني عن الساعة، أي متى قيامها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأنها مما استأثر الله بعلمه. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها وأشراطها. فذكر أن تلد الأمة ربتها، وهذا سيأتي، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فهنا أمر بأن نؤمن بأشراطها التي مضت منها والتي لم تمضي. وأشراطها كثيرة، هناك علامات كبرى وعلامات صغرى. أما العلامات الصغرى فقد مضى أكثرها، وأما العلامات العشر الكبرى فإنها لم تبدأ بعد. وقد ابتلينا في هذه الأزمنة بأناس يتكلمون بكلام لا يعدو أن يكون رجما بالغيب، مثل ما يشاهد الآن في ما يسمى بالأنترنت من كتاب يسمونه هرمجدون أو هرمجدون، ويحددون أياما وأزمنة من بأهوائهم وعقولهم الفاسدة، وربما استشهدوا ببعض الكتيبات لبعض الناس مثل وعد كيسنجر أو غيره، ويتكلمون يضربون النصوص بعضها ببعض. والأمور الغيبية لا يجوز الخوض فيها إلا بتوقيف من الشرع، أما تحديد التواريخ التي يتجرأ عليها البعض إما اعتمادا على بعض الإسرائيليات أو التخرصات أو التكهنات أو على أقوال الدجاجلة والسحرة والكهنة أو
أو اعتمادا على بعض التنبؤات الصادرة من بعض الدجاجلة أو بعض التحليلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فماذا يفعل والحال هذه؟ نؤمن بالنصوص التي جاءت في هذا الباب دون زيادة أو نقصان، وما جاء منه واضحا جليا فإننا نؤمن به، وما لم يأتي نؤمن أنه سيقع. فقط هذا الذي يسعنا، ولا نتوسع في هذا الباب أكثر من ذلك. ولذلك يحث هنا على الإيمان واليقين بأشراط الساعة، وسواء من الأشراط الكبرى أو الصغرى، فإن الأدلة عليها واضحة والحجج عليها قائمة. ولذلك قال في الشطر الأخير ماذا قال؟ واسمع هديت نصيحة، هديت نصيحتي وبياني. واسمع هديت نصيحتي وبياني، أي المدعوم بماذا؟ بالشرع. لأن الإيمان بهذه الأمور أمر معلوم من الشرع، فوجب المصير إليه والإيمان به. نعم. كالشمس تطلع من مكان غروبها. قبل أن نشرع في ما أشار إليه المصنف من الأشراط الكبرى، فإن ثمة علامات صغرى تزيد على 50 علامة جاء ذكرها في الآيات والأحاديث الصحيحة. ومن أجمع ما كتب فيها مع بيان الصحيح من الضعيف فيما يظهر لي حتى الآن هو كتاب أشراط الساعة للشيخ الدكتور يوسف الوابل. هذا أجمع ما كتب في نظري في الحديث عن أشراط الساعة، فإنه قد وفق في جمعها وتحقيق القول في الفرق بين الصغرى والكبرى، والدقة في تخريج الأحاديث الواردة فيها، وكذلك بيان ما ينبغي أو يجب الإيمان به من ذلك في ضوء النصوص، ورد الشبهات التي يثيرها البعض حول هذه العلامات. فالشيخ قد وفق فيما يظهر أيما توفيق في تحديد هذه الأمور. العلامات الصغرى ظهر منها الكثير، وعلى رأسها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موته أيضا، وانشقاق القمر، و ظهور طاعون عنواس، وكذلك إظهار الأرض كنوزها والفتوحات، وكذلك انتشار الجهل وقلة العلم وانتشار الزنا وزخرفة المساجد. وسأذكرها باختصار لأن كل واحدة لها أحاديث تدل عليها. كثرة النساء وقلة الرجال، كذلك ظهور الفتن التي يرقق بعضها بعضا، وكثير من الأشراط الأخرى التي ظهر أكثرها، كثرة الزلازل، تقارب الزمان، كذلك ظهور الفتن التي يرقق بعضها بعضا. هذه كلها من الشروط
من الأشراط ليش الصغرى، ومن العلامات الصغرى للساعة، وهي القيامة. نأتي الآن إلى الأشراط الكبرى بعد أن ضربنا أمثلة للأشراط ليش الصغرى. فنذكر ما ذكر المصنف، ثم إذا يمكن أن تضاف إليه بعض الأمور. نعم، تفضل. كالشمس تطلع من مكان غروبها، وخروج دجال وهول دخاني، وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل صقع شاسع ومكاني، ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان. واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان، والوحي يرفع والصلاة من الورى، وهما لعقد الدين واسطتان. انتهى. هنا ذكر المصنف بعض العلامات الكبرى أكثرها، وأشار إلى شيء من العلامات الصغرى، مثال ضرب مثالين. والعلامات الكبرى وردت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد عشرا بين يدي الساعة. وهي الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان والدابة، وكذلك ظهور يأجوج وماجوج، وثلاث خسوفات: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تظهر من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. ولعل نقف عند كل واحدة من هذه العلامات وقفة يسيرة على ترتيب المصنف، ثم نكمل ما لم يذكره من العلامات الكبرى بالذات في ضوء حديث حذيفة بن أسيد. أول ما ذكر المصنف طلوع الشمس من مغربها. أولا قبل أن نذكر، يبدو أن الترتيب لا ينبغي الخوض فيه، وإن كان بعض السلف يذكر ترتيبا معينا، ولكن هذه الأشياء تأتي تباعا، كخرز اللؤلؤ المتساقط يعقب بعضه بعضا. وهناك من يرى أن أول شيء ظهور الشمس مغربها ثم الدجال، ثم هناك من يرى أنه يظهر الدجال ثم يعني الدابة ثم طلوع الشمس مغربها، وهناك من يرى أن يأجوج وأجوج يأتون قبل ذلك، ولكن يبدو أن الدجال يسبق يأجوج ومأجوج، وأن نزول عيسى عليه السلام يكون مقاربا لذلك الوقت، لأنه الناس يلجؤون إليه فيدعو الله عز وجل، فيحمل تأتي طير فتحمل جثثهم ونتناهم. فالترتيب التكلم فيه يحتاج إلى دليل واضح، لكن هي إذا وقعت أولاها تتابعت مثل تتابع الخرز كما ذكر ذلك بعض الآثار الصحيح.
ولذلك سنقف عند بعضها على ضوء ترتيب المصنف ثم نضيف ما بقي. فأول ما ذكر ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها. ثبت في الحديث أن الشمس تستأذن كلما وصلت إلى حد معين، ولا نخوض في هذا بحيث نقول كيف تستأذن وهي إن غربت على بلد فإنها مشرقة على بلد آخر، نقول هذا علمه إيه؟ علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على أن يجعلها تستأذن في مكان معين من العالم. ثم إنه إذا حان طلوع الشمس من مغربها تستأذن فلا يؤذن لها، فتعود وتخرج من ماذا؟ من المغرب، تخرج من المغرب. ودلائل طلوع الشمس من مغربها منها قول الله تبارك وتعالى: يقول تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والذي عليه جملة المفسرين على أن المقصود بهذه الآية ما هي طلوع الشمس من مغربها. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويبقى ذلك حتى تطلع الشمس من مغربها، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والنصوص في هذا كثيرة، وهذا أمر يجب أن نؤمن به. هذا ما يتعلق بطلوع الشمس من مغربها، قد ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة فيها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك من وخروج دجال وهول دخان، خروج دجال وهول دخان. الدجال رجل يخرج في آخر الزمان أجل الجبهة، يخرج آخر الزمان أقنى الأنف في يعني أعور عينه كأنها عنبة طافئة، ويدعي أنه رب الناس وأنه الإله، فيتبعه الكثير وهو لم يخرج بعد على الصحيح، وسيخرج آخر الزمان وسيقتله عيسى بالتعاون مع المهدي الذي سيكون في آخر الزمان،
يقتله ويقضي عليه. وهو رجل قوي معه بعض يعني الخوارق التي ينخدع بها البعض، فمعه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ولذلك المسلم يسأل الله الثبات، ومما يمتحن به في هذه الحياة. ولكنه محرم عليه دخول مكة والمدينة. لأن الله جعل لهما ملائكة عليهما. يمشي في الأرض ويسعى في الأرض فسادا، ويومه كسنة من أيام الدنيا، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وهكذا. وما يترك مكان لا يدخله إلا مكة والمدينة، فإنه يجد رجالا مسلطي السيوف ومن الملائكة قطعا يحرسون أنقابها. ومن أصح ما جاء فيه حديث الجساسة، وهو أنها عن أبي تميم الداري رحمه الله تعالى، رضي الله عنه وأرضاه، أحد كبار الصحابة، وذكر أنه ابتلم بهم البحر، يعني أبحروا فهاجت بهم البحور حتى أرفأوا إلى جزيرة من الجزر، فوجدوا فيها دابة أهلب كثير الشعر لا يعرف قبله من دبره. لا يعرف قبله من دبره. فيقول لهم: من أنت؟ فتقول: أنا يعني الدابة، وإن ثمة رجلا هو لكم بالأشواق. فيذهبون معها فتدلهم على الدجال، فوجدوه بعد أن يأتوا إليه يسألهم بعض أسئلة، فيقولون، يسألهم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألهم عن عين زغر، ويسألهم عن بحيرة الطبرية، ويسألهم عن نخل بيسان. يسأل عن أشياء ويجيب ويبين أنها لا بد أن تقع من نضوب بحيرة طبرية وذهاب نخل بيسان. وهو يعني ثابت صحيح سيأتي آخر الزمان، دلت على ذلك النصوص، ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين ينكرون ذلك من الجهلة الذين لا يعني لا عبرة بمن ينكره، من ينكر مجيئه ويقول إنه إن كل طاغوت وكل جبار يعتبر هو المسيح الدجال. ولكن الحق أنه يعني أن الأدلة ثابتة على مجيء آخر الزمان، وأن الذي يجادل فيه يجادل بغيره. وقد أخضع البعض من الجهلة هذه الأمور الغيبية للعقل،
فأنكر الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وبعض أشراط الساعة. واعتمادهم على العقل المجرد هؤلاء الذين ينكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه قال: ما رأيتم ما ذكر تميم، ما ذكر أبو تميم الداري، وأن ذلك مؤيد لما ذكر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب ولكن ليطمئن قلبي، وإلا فما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حق ليس فيه شك، لكن أراد أن يفهم الآخرين. وإخضاع النصوص للعقل ضياع. أقول إن إنكار هذه المغيبات يعني والعياذ بالله اعتراض على السنة. ومعارضة لما جاء فيها. وتحكيم للعقل المجرد دون الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وغيرها. ولذلك وقعت المعتزلة وغيرها في كثير من المناقضات. وأعجب من هذا كله أن يأتي كاتب يدعي أنه من أهل السنة في هذا الزمان فيكتب كلاما خطيرا فيقول إن يعني يقول ماذا؟ إن أحاديث الدجال، انظروا كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. مساكين كيف يحكمون عقولهم حتى في النصوص الشرعية. هذا الكاتب المفتون قد نال من عثمان وغيره، ولكن قال في حديث الدجال يقول إنها تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. رأيتم جرأتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل منهم. يقول إن حديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، ثم بدأ ينكر ويقول الدجال ينطبق على كل طاغوت موجود في الأرض وبخاصة الحكام وما إلى ذلك من كلامه الفارغ الذي فالعلم قال الله وقال رسوله ولا نلتفت إلى لاحق ناحق حتى ولو لم تستوعب عقولنا إدراك مثل هذه المغيبات، بل نسلم وندعن لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.